بمناسبة نهاية رأس سنة 2022 وتنزيلا استراتيجية العمل للمديرية العامة للأمن الوطني، فولاية أمن مكناس يعني اخذت واحد المجموعة ديال الإجراءات وجميع الترتيبات يعني المحكمة من أجل ضمان يعني المرور ديال هذه المناسبة في أحسن الظروف، وذلك من خلال أولا عمليات شرطية واسعة النطاق يعني كتشارك فيها يعني جميع المكونات ديال ولاية الأمن من فرق ديال الشرطة القضائية، خاصة فرقة محاربة العصابات، كذلك فرقة الاستعلام الجنائي وباقي الفرق الأخرى، كذلك دوائر الشرطة، نجدت الهيئة الحضارية، وحدات حفظ النظام، فرق الدراجيين إلى غير ذلك من يعني من المصالح، فرق الاستعلامات العامة كذلك، بحيث كنعتمدوا بالإضافة من طبيعة الحال هذه العمليات الشرطية واحد العدد ديال الدوريات يعني راجلة ومتنقلة، بالإضافة إلى تدعيم يعني السدود القضائية اللي في المداخل ديال المدينة، كذلك تنصيب يعني واحد العدد ديال نقاط المراقبة يعني لضمان يعني تغطية يعني متوازنة، هذا بالإضافة من طبيعة الحال السهر على تسهيل العملية ديال السير والجولان اللي كتكون يعني ملحوظة يعني خصوصا في هذه المناسبة عبر التركيز من طبيعة الحال على بعض المحاور اللي هي أساسية، بالإضافة للجاهزيات يعني المصالح ديال حوادث السير اللي كتكون يعني جاهزة لأي تدخل في الوقت يعني المناسب، بالإضافة من طبيعة الحال التجاوب مع النداءات ديال المواطنين سواء عبر الخط 19 أو يعني الأرقام الثابتة ديال الولاية، وكذلك في الميدان من أجل من طبيعة الحال تعزيز يعني الثقة ما بين المواطن والمؤسسة الأمنية وتكون النجاعة والفعالية. ما نغفلوش ايضا وحنا في ظل يعني الانتشار يعني ديال هذا الوباء اننا كنسهروا ما امكن اننا ونحرص على تطبيق يعني الاجراءات يعني الاحترازيه اللي مسطره من طرف يعني السلطه العموميه، سواء من حيث يعني ارتداء الكمامه والتباعد يعني الاجتماعي واحترام يعني الوقت ديال الاغلاق. عهدنا يعني المواطن المكناسي اننا دائما رانا الاشاره ديالو 24 ساعة يعني على مدار يعني الأسبوع من أجل يعني ضمان تغطية يعني متوازنة وتغطية كتضمن يعني الأمن.